جميل. نذهب مباشرة إلى خبر آخر عبر الشروق نت، وفيه وزير المالية ضعف الأجور أثر على أداء العاملين بالدولة. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي حرص وزارته على معالجة وإزالة المفارقات والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار، وقال إنها أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة، ما أدى إلى ضعف الإنتاجية في مختلف مؤسسات الدولة. يعني لا تعليق هنا، ده تأكيد المؤكد، يعني إنه الليلة الأجور دي هي كونها ما بتلبي ولا 10% من احتياجات المواطن أو الموظف اللي بيعمل، ده كلام ولا داير له جهد كبير عشان تثبته. يعني بس خروجك للسوق في يوم واحد بأكد لك إنه هذه المرتبات لا تفي باحتياجات ولا الأسبوع الأول لأي مواطن ولأي أسرة مهما كان حجمها. هذه واحدة. الأمر الثاني، لا بد ما أنت يعني ما التشجيع ده معنوي ومادي، يعني الموظف ده إذا كان ما وجد تشجيع معنوي ولا تشجيع مادي قطعا الإنتاج بتاعه والأداء بتاعه يكون ليس على القدر المطلوب، لأنه يعني مبدأ التحفيز في الاقتصاد ده مبدأ أساسي جدا، أنك أنت كل ما تم تحفيزك ماديا كل ما زاد يعني إنتاجك. التوفير البيئة المناسبة ذاتها للإنتاج هل هي متوفرة؟ برضه ده سؤال كبير جدا، أنه حتى الموظف ده لو داير ينتج هل فعلا كل البيئة الحوله هي الآن؟ هل الموظف الآن لو بس تابعنا حكاية الجري وراء المواصلات عشان يصل لمكان عمله ويجي راجع منها، دي بتاخد أكثر من تلتين من جهده، يصل المكتب منهك ويفكر كيف نص الدوام بيكون انتهى، فانا افتكر انه ده تاكيد مؤكد انه المرتبات ما بتفي وانه المرتبات ما بتحفز على الانتاج ده كله. طيب ما هو العلاج؟ نحن ما دايرين الجهاز التنفيذي انه ينظر لنا في اشياء معلومه بالضروره للكل، لكن شنو الحلول المقترحه لمعالجه هذه المساله؟ هناك حديث يعني وراء عن زياده السقف، هل زياده الاجور المعلنه الان دي برضه بتتناسب مع السوق؟ برضه انا بقول ما بتتناسب. انت عندك خيارات ثانيه ممكن تعملها، وانا الكلام ده قلته في البرنامج او في برامج اخرى. يعني انت المواطن ده شوف احتياجاته الاساسيه جدا من السلع الاستراتيجيه 6 7 8 10 سلع، حاول وفرها له عن طريق التعاونيات من المصنع إلى جمعية تعاونية في الحي أو جمعية تعاونية في مكان الشغل. المواطن ده سواء كان موظف ولا عامل حر، إذا كانت وفرت له 10 سلع استراتيجية بيحتاج لها يوميا بأسعار مخفضة جدا، بيكون ما في حاجة ذاته لزيادة الأجور، لأنك أنت بتكون كده قفلت عليه السكة. لكن لو زدت الأجور 200 جنيه السوق في سلعة واحدة بزيد 100 جنيه، والكلام ده مفهوم لوزير المالية ولأي مواطن عادي. فأنا أفتكر إنه حقه نحن نتجه اتجاه قوي جدا للتعاونيات، الجمعيات الاستهلاكية التعاونية التي افترعها الرئيس السابق جعفر نميري وحققت نجاح كبير جدا، تعاونيات على مستوى الأحياء، تعاونيات على مستوى أماكن العمل فيها سلع رئيسية جدا بدون سماسرة بدون وسطة من المصنع إلى هذه المناطق، تصل المواطن في بيته آمن، دي بتوفر له كثير جدا. اللي نحن نتكلم عن رطل اللبن وصل 28 و30 جنيه. نعم. وانت بلد زراعي بتتكلم عن طبق البيض. هذا مناطق الانتاج بالمناسبة. 22 جنيه. يعني ده كلام خيالي جدا يا اخواننا، فالسلع دي ما بتتناسب ابدا مع اي زيادة متوقعة للمرتبات. السوق نفسه بيقرب شوف برا في شنو وبزيد على هذا الاساس، نحن ما شغالين باخلاقيات بتاعت بيع وشراء وربح وخساره يعني وفقا للضمير، لا، نحن شغالين بانه انت داير تربح اكثر بغض النظر عن المواطن شكله شنو ودخله شنو. او الكيفيه. شكرا جزيلا دكتور عبد الملك النعيم. شكرا جزيلا حسام، وشكرا لكل الذين تابعونا. اذا كما تابعتم مشاهدينا كان هذا الدكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبر الشروق دوت نت. ينضم الي بعد قليل الزميل الاعلامي والمحلل الرياضي هشام عز الدين عبر المساحة الرياضية والتحليل عقب هذه الفاصلة.